هذا البرنامج برعاية مرة تانية برحب بيكم، أهلا وسهلا بيكم كل مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا قبل الفاصل، كل وزارة من الوزارات وكل العملية من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. مفيش أي جهة خطط بديلة عن نظام العمل المعتاد أو نظام العمل اليوم العادي. إحنا في حالة من رصد هذه الأمور، رصد هذه الاستعدادات في قطاعات كثيرة جدا. وعلشان نتكلم في الموضوع ده، احنا هنفتح كل طبعا هذه الأمور مع ضيفنا الكريم الأستاذ متولي سالم، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ متولي، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين وكل المشاهدين طيبين إن شاء الله. يا رب، الله يخليك. هنبدأ باستعدادات يا فندم المجازر، ويعني احنا شايفين أخبار كده بتتوارد كده إن وزراء ونواب بيعملوا كده زي جولات كبيرة قوي على المجازر وعلى الأماكن اللي فيها يعني هيبقى فيها تناول اللحوم، وأيضا كمان بيع وشراء للحيوانات. إيه آخر الاستعدادات اللي بتجرى دلوقتي؟ هو أقول لحضرتك السنة دي العيد عيد استثنائي. الميزة فيه عودة هيبة الدولة بقوة العام الحالي. الحملات الرقابية بقت مكثفة جدا جدا. التشديد على تواجد المحافظين والوزراء والسادة نواب الوزراء في كل الأماكن المرتبطة بالحياة اليومية للمصريين، دي شيء يعني لافت للنظر. معظم الأخبار احنا كصحفيين حتى الرصد العام بقى أكتر من 70% من الأخبار كلها تتناول يا إما الكشف عن لحوم فاسدة أو تشديد الرقابة على مجازر أو جولات ميدانية للوزراء ونواب الوزراء والمحافظين. ودي يعني بادرة كويسة جدا اللي هي تواجد المسؤول في مختلف الأماكن. كان أخيرًا حتى وزير التموين كان بيمر على المنافس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكان عندنا جولات لوزير الزراعة في عدد من الأماكن في عدد من المحافظات، وكلها مرتبطة بالتأكد من انضباط منظومة المجازر استعدادًا لاستقبال أضاحي العيد، عيد الأضحى. ده جزء. الجزء الثاني اللي هو ماشي بالتوازي هو الخطة الحكومية اللي هي الجاهزة لاستقبال الأضاحي، ومنها تقديم تسهيلات كبيرة جدا زي الذبح المجاني داخل المجازر، لأن احنا عندنا للأسف خلال الأعوام الماضية أكثر من 50% من المذبوحات كانت تتم في الشوارع. السنة دي الحملات بقت منظمة بمختلف المحافظات لمنع الذبح في الإيه؟ في الشوارع. طالما الدولة قدمت إغراءات وهي ان يكون التكلفه تتحملها الدوله، معناها ان يكون هناك ذبح امن، معناها الذبيحه والضحيه دي اللي هي لوجه الله تعالى وللفقراء والمساكين لازم تكون تنطبق عليها الشروط الواجب شرعا، ويكون حتى التخلص من المخلفات طبقا للنظم البيئيه والنظم الصحيه. طبعا من ضمن الحاجات الكويسه ان هم كشفوا عن مافيا في محافظة اسكندرية بتقوم بالذبح المنظم، ان هم ايه كشفوا عن وجود ناس بتقوم بذبح حيوانات اشار. طبعا دي مخالفة كبيرة جدا، مخالفة حتى، والحاجات دي تشكل خطورة حتى على الصحة العامة. والكشف عن عصابة في محافظة اسكندرية بهذا الشأن معناها ان الدولة موجودة. ده جزء. الجزء الثاني، امبارح كان في حملات مكثفه على اكبر مجزرين في مصر، مجزر المنيب محافظه الجيزه ومجزر بساتين، لدرجه حتى ان المحافظ كان موجود ساعه الحمله عشان يشوف الاشتراطات الصحيه وتواجد الجزارين وتواجد اللجان البطاريه، وتأكدوا كمان من المدافن الصحية اللي تابعة المجزر عشان لو في أضحية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيضارية
ازاي يتم التخلص منها، اطمئنوا على منظومة الصرف بالنسبة للمجزر، وبرضو نفس النظام حصل مع محافظة الجيزة في مجزر منيب. ده كله إشارة معناها أن الدولة حاضرة بقوة، معناها الدولة بتسعى لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين، وأن يكون العيد عيد سعيد على الناس، ما يحصلش فيه حالات تسمم ولا حالات أي غش من أي نوع من أنواع اللحوم إن شاء الله. طب أستاذ متولي، حضرتك بتقول أي ذبيحة في الشارع ما حدش هيذبح بره المجزر، هل ده راجع لأن يعني موضوع أن الذبح هيبقى مجاني في المجازر؟ يعني السنة اللي فاتت ما كانش الذبح مجاني؟ لا لا، ما كانش، كان في محافظات محدودة فيها الذبح مجانا. ده جزء. والجزء الثاني في كان تحذيرات من المحافظين، لأن طبعا من الناحية القانونية كل المجازر تتبع للمحليات. فالمسؤولية هتكون على المحافظين، فالمحافظين قال لك عشان نخرج من اللغط ده في تشديد رقابة، في حملات مرور على القرى، والتأكد من جاهزية مختلف المجازر، عشان مبقاش عند حد أي حجة يقول لك إيه، لا ده أنا بروح المجزر فيه طوابير، فيه مش عارف إيه الكلام ده، المجزر مش نظيف. هم تأكدوا خلال شهر كامل، كان في لجان البيطرية بتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة للجان الخاصة التابعة لوزارة الزراعة أو مديرية الطب البيطري بمختلف المحافظات. فده شيء جيد جدا، معناها إن فعلا الدولة حريصة على صحة المواطن، وإن احنا لابد إن احنا ننهي حالة الجدل المستمرة على مدار سنوات كثيرة جدا، إنك أنت تذبح الأضحية في الشارع طبعا من غير كشف طبي. ممكن الناس فاكرة إن هو طالما الأضحية بتجري يبقى معناها كده كويسة، لا، لازم نتأكد، لأن الأمراض المشتركة الإنسان. من الحيوان للإنسان. في أمراض مشتركة كتيرة جدا. خلال عملية الذبح بس، مش 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 بعد كده. أي تلوث يعني. أنت حضرتك لو تتخيلي إن إحنا لو ذبحنا في الشارع وسيبنا الذبيحة عشان ما نقطعهاش، ساعة زمن في أكتر من 30 مليون مكروب بيجي في كل كيلو لحمة. لأن طبعا لازم في منظومة تبريد، لازم بالمناسبة يعني حتى عملية النزف لازم تكون عالية جدا، لأن المفروض الدم يشكل تلت الذبيحة، ولازم ينزف من التلت الذبيحة 10% دم يخرج بره. كلما زاد النزف كلما زاد إيه سلامة اللحوم وجودة اللحوم. وطبعا ده لا يتوفر في الإيه في الذبح في الشوارع، لأن ممكن يكون شيء واحد مهني وجيد، ما تضمنيش الأرض اللي تذبح عليها، صح، ما تضمنيش ان يكون لازم يكون في غرفه تبريد. البيت عندنا حتى الناس كلها بتقول لك ايه، مصر الدوله الوحيده اللي في العالم اللي بتضع الاحذيه في باترينات في اماكن فيها تبريد، واللحوم والعيش تباع في الشارع. طبعا احنا السلوكيات السيئه في هذا الشان. صحيح. طب استاذ متولي، معنى كده ان كل المجازر هيبقى فيها خبراء وتم التنبيه على كل الاجهزه البيطريه، حتى في اعاده هيكله لمنظومه المجازر. وطبعا الاخبار الساره ان هو الدوله حاطه خطه بقيمه 800 مليون جنيه لتطوير المجازر المصريه. ده جزء. والجزء الثاني ان هم وافقوا على اقامه 379 مجزر جديد على مستوى المحافظات، معناها ان الدوله بتسير بقوه في اتجاه القضاء التام على الذبح في الشوارع. تمام. طيب يا فندم، كل ده ملف مهم جدا، وزي حضرتك ما قلت ان كل هذه الامور الرقابيه ده معناه ان الدوله خلاص استعادت هيبتها. الرقابه، يعني احنا عايزين دلوقتي نركز ايضا كمان على الرقابه، من يخالف هيكون ايه وضعه؟ ومش بس على موضوع المجازر بقى، يعني اي حاجه، اي مخالفه ليها علاقه بقوت الشعب الحملات لا تقتصر على المجازر فقط. نعم. ولكن تمتد لتصل الى محال بيع اللحوم ومصنعات، والمصانع اللي بتقوم باعاده تعبئه وتصنيع لمختلف منتجات اللحوم، طبعا كله بيسير في نفس التوازي، وتم التنبيه عليه من كل الوزراء المعنيين والمحافظين. في حملات منظمه على مصانع انتاج اللحوم، لان طبعا دي من اخطر الحاجات، اللي هو لازم يكون تصنيع جيد جدا، لازم يخضع رقابه، لازم تواجد اجهزه بيطريه بتتابع عمليه تصنيع اللحوم للتاكد من انها
لحوم آمنة أو أنها ناتجة من مسبوحات مسبوحة طبقا للطريقة الصحيحة. طبعا الحاجات دي كلها منظومة كلها بتقوم على تنسيق بين مختلف الوزارات المعنية وداخل الجهاز الإداري الدولة في الأجهزة المحلية. نعم، يعني في هناك تعاون واضح ما بين وزارات مختلفة، مش بس الزراعة ولا يعني التموين. وطبعا ولا شيء جيد جدا السنة دي بالذات تحديدا ظاهر جدا التنسيق، ان كل وزير ما بتكلمش بيقول وزارتي، بيقول لا الحكومة مسؤولة تتعهد بكذا. ما فيش وزير بيقول ان احنا هنعمل كذا لوحدينا، لا كل وزير بيؤكد ويشدد على ان هذه المنظومة تشارك فيها جميع الوزارات المعنية. نعم، لان في الجرايد يا فندم النهارده هناك اخبار عن ان بعد العيد هيبقى في خفض لاسعار بعض السلع، ويمكن اللي تم الاعلان عنه ان 50 قرش تقريبا في سعر كيلو السكر، يعني هيبقى ب 9.5 جنيه بدل ما هو 10 في المجمعات وما الى ذلك. دي اخبار صحيحه حقيقه؟ بعض مافيا المواد الغذائيه ومافيا اللحوم دائما بيروجوا لحاجات ترفع من الاسعار، مع ان الواقع ان السلسله الوسيطه دي هي اللي بتدمر منظومه الاسعار. الدوله عندها العديد من المنافس، القوات المسلحه بتدخل بقوه وبتضخ كميات كبيره جدا من المواد الغذائيه لاعاده التوازن في السوق. ده كله شيء جيد، ولكن لابد ان يكون هناك وعي من المستهلك المصري، ولابد ان يكون هناك حملات منظمه مختلف الوزارات المعنيه عشان كل واحد يعرف حقوقه، ولازم ضخ دماء جديده في منظومه التسويق في التعاونيات، سواء كانت التعاونيات الزراعيه او التعاونيات الاستهلاكيه، لان دورها دي القضاء على السلسله الوسيطه. السلسله الوسيطه بترفع اسعار المواد الغذائيه بنسبه تصل الى 20%. المستهلك في ايه؟ امس الحاجه ان هو ال 20% دي تنشال عنه. يكون هناك قوه اكتر لجهاز حمايه المستهلك، ولازم يكون هناك دور برضه للجمعيات الاهليه، لازم كل الحاجات دي لازم يكون هناك تنسيق اكثر من التنسيق العالي. ايه القوه اللي ممكن تمنح لهذه الجهات يا استاذ متولي؟ يعني حضرتك شايف ايه اللي ممكن؟ طبعا هو الاطار في حاليا في تعديلات قانونيه بتتم بالنسبه لمنظومه الطب البيطري، في قانون جديد للطب البيطري بيمنح الضبطيه القضائيه للطبيب البيطري، ده هيدي قوه اكتر لجهاز التفتيش. طبعا دي دورها خلاص، يعني هم ده طلع لها قانون، طلع لها قانون وتتبع رئاسة الجمهورية، ودلوقتي بيجهزوا اللائحة التنفيذية خلاص، وطبعا وشكلوا مجلس إدارة الهيئة مختلف الوزارات اللي هي المعنية، سواء وزارة الزراعة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين. طبعا ده شيء جيد جدا، خروجها للنور بعد سنوات عجاف أكتر من 10 سنوات واحنا بنجري على هيئة سند الغذاء. ده هيوحد الاجهزه الرقابيه، عندنا اكثر من 37 جهاز لما توحدوا في جهاز واحد معناها ان احنا نعرف فين المشكله وفين حلها. نعم. طب استاذ متولي، حضرتك بتقول ان سيمنح الضبطيه القضائيه للطبيب البيطري، يعني هيكون من صلاحياته ايه؟ ويعني مجاله اللي هيتوسع بقى هيبقى شكله عامل ازاي؟ الضبطيه القضائيه معناها كفاله الحمايه للطبيب البيطري عشان اداء المهام الموكل له بقوه، سواء بقوه القانون او بقوه التفتيش اللي يقوم به، لان هو الادرى بسلامه الغذاء والغذاء الامن، وهو المنوط به حمايه الصحه العامه. تمام. الامر قبل كده كان ممكن يبقى هو شايف بعينه، كان تايه، وكان الموضوع تايه ما بين الاجهزه المحليه والاجهزه الرقابيه. كل ما تعدد الاجهزه الرقابيه معناها اللي بيخالف يدور على الاسهل. العقوبة فين للأسف؟ لما يكون قانون واحد بيمشي على كل الجهات وينفذه الطبيب البيطري أو هيئة سلامة الغذاء ممثلة في الأجهزة المعنية التابعة لها، معناها إن خلاص الدولة عادت بقوة للرقابة على المنتجات الغذائية، لأن غذاء آمن وسلامة الغذاء ترتبط بخفض تكاليف التكاليف الصحية، التكاليف البيئية، بتخف من أعباء على الدولة، بتخلي في مواطن صحي وكويس ومرتاح وامن بدل من تكلفه. شوف احنا مليارات الجنيهات بنصرفها على الايه؟ على الادويه والعلاج الامراض بسبب سوء الغذاء. صحيح. نعم. طب يا فندم، يعني هو كل دي اجراءات جيده جدا،
امتى ستكتمل منظومه الرقابه في مصر؟ يعني شايفها ممكن تاخد وقت قد ايه منظومه تبقى كامله؟ يعني حضرتك بتتكلم عن اجزاء متشعبه وحاجات اخذت مننا 10 سنين مناقشه فقط، يعني زي هيئه سلامه الغذاء. المنظومه الرقابيه في مصر امتى ستكون مكتمله تماما؟ نديها كبعد زمني. احنا دلوقتي خلاص اوكي، هو مفروطين في التفاؤل يبقى لا، مش عاملين تفاؤل. هو اوريدي للدوله خطط وطلع قانون وتم اقراره اللي هو انشاء هيئه سلامه الغذاء، وطلع بيه قرار جمهوري وخلاص. احنا اللائحه التنفيذيه يعني خلال 6 شهور خلاص هتبتدي شغلها رسميا هيئه سلامه الغذاء. برضه في قوانين تانية معنيه بسلامه الغذاء، سواء كان في وزاره الزراعه او في وزاره التموين او في وزاره التجاره والاستثمار. الدوله دلوقتي بتدخل بقوه في انها تسهل من اجراءات انشاء الغذائي. اللي في نظام هيخرج للنور في نهايه العام الحالي يتعلق بمنظومه تداول الغذاء في مصر، وطبعا ده هيكون شيء جيد جدا. ده هيتشال منها الوسيط بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه. خلاص هيبقى معروف نظام التسويق ازاي، نظام الانتاج ازاي، لان الرقابه هتبتدي من ساعه الزراعه او الانتاج الحيواني والانتاج الداجني لغايه ما يوصل التداول في الاسواق او محل البيع. ده معناها ان ايه؟ ان عندك في دوله، في هيبه دوله، في كيان رقابي، في مسؤوليه اجتماعيه للمنظمات المجتمع المدني، في حكومه بتدور على صحه المواطن. مش زي الاول كله ضايع. نعم. حمايه المستهلك بقى، هل ستتبع هذه المنظومه؟ حمايه المستهلك هتبقى اشمل واعم من سلامه الغذاء. دورها الابلاغ عن حالات المخالفه واتخاذ الاجراءات. انما الجهاز اللي بيراقب هو هيئه سلامه الغذاء. نعم. ده الجهاز الرئيسي اللي هيراقب. الأزرع بتاعت هيئه سلامه الغذاء اللي هي متعلقه سواء كان طب بيطري او الاجهزه التموين ومباحث التموين في وزاره التموين او الاجهزه اللي تابعه وزاره التجاره والصناعه عشان المصانع. هيبقى في لجان مشتركه تضم الجهات الثلاثه دي حاجه، وهيستعينوا بكافه المعامل التابعه لوزاره البحث العلمي ووزاره الزراعه، مركز البحوث الزراعيه، معهد بحوث صحه الحيوان، والمعمل المركزي للمتوقعات والمبيدات، بالاضافه الى المعامل اللي تابعه وزارة التعليم العالي. معنى كده ان كل المنظومه هتشتغل في كيان واحد. تمام. طيب كل ده امن غذائي، ولكن العيد يعني معناها بنخرج في الشوارع، يعني معناها الناس كلها واخده اجازات وعايزه تستمتع بالعيد بتاعها، فلازم يبقى في امن. الامن بمفهومه بقى الدارج العادي، امن الشوارع، امن المتنزهات، الاماكن اللي هيبقى فيها بقى اختلاط كتير جدا وتجمع ناس زي حديقه الحيوان، وانا عارفه ان حضرتك عندك كمان اخبار كويسه عن مثل هذه الاماكن. الاستعدادات ايه بقى يا استاذ متولي؟ هو حضرتك بالنسبه طبعا الحاجات الكويسه جدا، الناس كلها، المتنفس الوحيد للمصريين سواء كان في المحافظات او في القاهره هو حدائق الحيوان. عندنا 7 حدائق حيوان، أكبرهم حديقة حيوان الجيزة اللي هي عمرها يمتد لأكثر من 100 عام. يعني يتجاوز أعمار دول. نعم. دول جت بعد كده. يتجاوز بكتير. ماشي. طبعًا هي من الحدائق المميزة. فيها منظومة تطوير أكثر من رائعة تمت في خلال عام، تستحق الإشادة. في أماكن جديدة في حديقة الحيوان كويسة جدًا، سينما للطفل، 7D. في العربات الطائشة اللي بيقولوا عليها، الله ده حاجة، العديد من الألعاب الجيمز جديدة. في عروض مفتوحة للأسود والنمور في حديقة الحيوان لأول مرة. طبعا بالإضافة للبيت الثقافي لحديقة الحيوان اللي هو المتحف الحيواني. كل الحاجات دي يعني علامات مضيئة في تاريخ حديقة الحيوان، بيؤكد ان حديقه الحيوان في طريقها لاستعاده المجد بتاعها، وانها ممكن ترجع تاني لمصاف الحدائق المشهوره دوليا. الحاجه الاجمل كمان حديقه الاسماك اللي كانت ضايعه جدا جدا جدا. في خلال 3 شهور تغيرت الحديقه. النهارده انا كنت شاهد عيان، رحت حديقه الاسماك رجعتنا للزمن الجميل ايام الخديوي اسماعيل. طبعا الناس كلها تعرف ان حديقه الاسماك دي كانت معموله عشان كان هو في علاقة حب ما بين الخديوي اسماعيل والامبراطورة اوجيني زوجة نابليون الثالث، لان طبعا هو كان زميلها في الدراسة. ولما اثناء افتتاح قناة السويس كان هي احدى المدعوات. طبعا كان القصر الرئيسي كان في ماريوت. نعم. قصر الخديوي اسماعيل. فعمل لها مخصوص حديقة الاسماك.
لدرجه انها بعد طبعا الاحتلال البريطاني لمصر الخديوي اسماعيل طبعا تم عزله، كانت تيجي مخصوص عند حديقه الاسماك وتبكي على الخديوي اسماعيل. هذه بحكم الصداقه وال تاريخ يعني جميل، تاريخ يعني رائع. حديقه الاسماك دي وظلت الى الان حديقه الاسماك يعني زي قبله للرومانسيه يعني. جميله جدا طبعا. خلاص هي اتوصمت بالرومانسيه. وطبعا من الحاجات الجميله في حديقه الاسماك ان لاول مره تم تشغيل ثلاث مفرخات سمكيه. حديقه الاسماك دلوقتي بيعملوا حاجه اللي هو اعاده احياء الاسماك النيليه الاصيله اللي هي اندثرت اللي هي انقرضت. اللي هي زي ايه بقى يا استاذ متولي؟ في انواع طبعا مش البلطي طبعا، مش اسماك البلطي. لا ده مش مقارن موجود. ماشي. لا في انواع تانية هي عاليه القيمه وانتاجيتها عاليه وهياخدوا عينات، هياخدوا منها انواع من بحيره مصر. احنا نعرف ان الاسماك النيليه عشان دوليا كمان في السوق الدولي غاليه جدا. حضرتك فكرتيني النهارده طلعت دراسه من جامعه اسكتلندا البريطانيه تؤكد براءه البلطي المصري مما يقال عنه اصابته بفيروس بلطي البحيرات. فيروس بلطي البحيرات. ده شهاده ووسام على صدر الانتاج الثروه السمكيه في مصر. النهارده لسه الدراسه طالعه النهارده. وهيتم مخاطبه الجهات الدوليه للتاكيد على ان مصر فعلا بريئه من الفيروس ده، وان الفيروس ده مش موجود الا في اسماك البلطي في اسرائيل وفي اكوادور. يا سبحان الله. وكانت حمله منظمه من بعض الجهات الدوليه للاساءه لسمه البلطي المصري. وطبعا دي الدراسه دي دراسه اكثر من رائعه ودراسه علميه ودراسه نزيهه جدا، وانا بعتبرها يعني وسام في صدر الانتاج المصري، وان احنا هنرجع نعود بقوه لتصدير البلطي المصري. احنا بنصدر اوريدي بالدول الاتحاد الاوروبي ولكن كان حصل لغط الفتره الاخيره خلى بعض الدول تتريس، لكن الدراسه دي هتعيد البلطي المصري لقائمه الصادرات المصريه. نعم. احنا كمان دلوقتي من المشاريع بتاعتنا خصوصا كمان في سيناء، يعني مكان كل نفق تم تدميره بيتعمل استزراع سمكي. هقول لحضرتك الحاجه. مصر الميزه النسبيه الرئيسيه لها في الانتاج السمكي. عندنا سبع بحيرات كبرى. مسطحات مائيه كبيرة أكثر من 4500 كيلو متر مربع من المسطحات المائية، سواء البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة للبحيرات المعروفة البردويل والبرولوس وإدكو ومريوط وقارون وبحيرة ناصر. نعم. كمان التوجه الجديد كمان الدليل أن مصر يبال لها شأن كبير جدا، أن في عرض كوري عشان يعملوا مزارع الإنتاج السمكي في منطقة العالمين في منطقة المغرى. هيبقى شركة كورية اللي هتنفذ المشروع ده، هيخلي مصر تتغير كتير جدا للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في الانتاج السمكي. لا ده كده هيبقى فيه قفزة كبيرة قوي ان شاء الله. بس احنا كمان عندنا اخبار استاذ متولي عن هذه البحيرات اللي بيتم دلوقتي بقى النظر اليها، زي منطقة البرولوس مثلا، والان جاري تقريبا زي ما بيتقال كده يعني بتحل وبتتعمل من اول وجديد، يعني كل المشاكل اللي كانت بتعاني منها. القوات المسلحه بتعمل مشروع كبير جدا في قريب ما بين بحيره البرولوس وما بين مطوس. نعم. اكبر مشروع للزراعه السمكي. هيبقى في انواع الزراع البحري والزراع النيلي. طبعا هيبقى اغلبه مخصص للتصدير وزياده الانتاج المحلي لتلبيه احتياجات السوق المحلي. ده من المشروعات العملاقه. احنا رحنا شفناه. مشروع عظيم على الطريق الدولي الساحلي. نعم. ده جدا وخلاص خلاص المفروض الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح المشروع رسميا الشهر اللي جاي ده. كل دي تحركات هائله جدا، ويعني الامر او الشاهد قدامنا بان مصر النهارده مش زي مصر بكره، هتختلف بكره احسن كمان. طبعا بكره هيبقى ان شاء الله احسن. نرجع تاني بقى لموضوع العيد والاستعدادات والأخبار الكويسة. احنا اتكلمنا دلوقتي عن المجازر، اتكلمنا عن حتى كمان أماكن الترفيهية، ادتنا صورة حلوة قوي عنها الحقيقة. لا والأجمل ان الدولة بتفكر ان تعمل حديقة أخرى في الطريق الصحراوي،
هتكون من اكبر حدائق الحيوان على مستوى العالم، لان احنا عندنا في ازدحام في الحيوانات الموجوده في حديقه الحيوان. تدرس جديا في الموضوع ده. والاجمل والاجمل ان مصر هتبقى اول دوله عربيه تعمل حاجه اسمها مدينه الخيول. مدينه الخيول هتكون 6 اكتوبر على مساحه 1200 فدان. اللي هي محطه الزهراء هتبقى داخله في الموضوع، هتتنقل من ضمن المشروعات. هيطلع قرار جمهوري بالتصرف في مزرعه الزهراء الخيول، وهيكون البديل اللي هي على النظام الحديث اللي هي مدينه الخيول، وهيتعمل فنادق للخيول، وهيتعمل قصور للمربي الخيول في المنطقه دي، وهيبقى في تلفريك لكل واحد عنده مجموعه خيول هيطلع بالتلفريك يبص عليهم فوق. دي حاجه هايله قوي. منتجعات ده مش معمول في الدول الخليجيه؟ لا مش معمول، مش معمول، مش معمول. هتبقى اكبر مدينه خيول في الشرق الاوسط. ما هذا التفكير؟ يعني ده تفكير جديد. لا هو الحقيقة هو حصل تطوير لدراسه قديمه اتعملت 2010. كان المفروض طبعا صدر تخصيص من وزاره الاسكان لاقامه مدينه الخيول. بس تطوير الدراسه تم 2013. على اساس ان احنا نستفيد من الميزه النسبيه في انتاج الخيول العربيه الاصيله. مصر بتنتج عندنا احنا انتاج سنوي حوالي 25,000 حصان كل سنه. من اجود الخيول على مستوى العالم. الخيول العربيه المصريه، بيقولوا على الخيول العربيه المصريه الاصيله. عندنا 1030 مزرعه خيول. ده بيدي ميزه نسبيه لمصر يعني. لدرجه ان حتى من ضمن الدول اللي حاولت تاخد عندنا خيول، تستفيد من الخيول المصريه وتعيد تصديرها، كان لبنان لسه مقدمه الاسبوع اللي فات طلب على اساس ان هي عاوزه تاخد الخيول المصريه وتصدرها من عندها للاتحاد الاوروبي. قلنا لا، ما هنصدر مباشره عشان يحسب الصادرات صادرات مصريه. صحيح. مش نظام صادرات ترانزيت. لا. نعم. لان العائد المتوقع من مدينه الخيول كل سنه 3 مليار دولار. نعم. العائد المتوقع من ايه؟ من صناعه الخيول في مصر. ودي من الحاجات اللي هتبقى برضه متنفس. ان هيبقى فيها سباقات خيول، خيول الادب. ماشي. وطبعا هيبقى فيه طبعا استثمار عربي موجود. طبعا. من ضمن الدول اللي هتضخ استثمارات في المشروع الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه. من ضمن الدول اللي عرضت حتى انها تدفع كل التكلفه. نعم. بس الاجمل الحكومه المصريه قالت احنا معانا تمويل. تمام تمام. ده جذب نوع اخر من السياحه. طبعا يعني اكيد. ده كده لون جديد من السياحه بتضاف الى اجنده السياحه المصريه، فهيبقى رائع جدا. لا ده في كمان من ضمن الحاجات اللي بتدرسها الحكومه حاليا اللي هو تعمل مناطق ايواء للحاجات النادره اللي هي بيتم مصادرتها. يعني في المطارات بتحصل تجاره ترانزيت الحياه البريه. احنا عندنا يعني مصر من الدول اللي هي الايه بتمر بيها تجاره ترانزيت الحيوانات البريه. المفروض في اطار اتفاقيه سايتس لحمايه الحياه البريه والحيوانات المهدده بالانقراض ان اخرهم تم مصادره 4 ببغاوات في مطار القاهره امبارح. من اغلى البغاوات على مستوى العالم. الواحد يمكن في حدود 4000 دولار. Yeah. تم مصادرته ولصالح حديقه الحيوان. دي حاجه. الحاجه الثانيه التجاره دي اصلا عن طريق التهريب. مصر بتخسر في حدود 13 مليار جنيه سنويا. هيتم تنظيم التجاره دي. مش هنتاجر احنا. بس هنعمل اماكن ايواء دي بتستهوي اصلا عشاق الرفق بالحيوان. المنظمات الدوليه. سياحه السفاري هيبقى في مكان مفتوح. زي حدائق الحيوان المفتوحه هيكون فيها كل الضبطيات. هيكون فيها حتى الحياه البريه المصريه على طبيعتها. ده رائع جدا. كل ده برضو تفكير خارج النطاق. يعني احنا ما كناش بنسمع عن مشاريع بمثل هذا الشكل. لازم تفكير خارج الصندوق. لازم لما نفكر التفكير التقليدي بيرجع مصر. ده احنا وانا قاعده بستغرب دلوقتي من كلام حضرتك ان في مليارات من الدولارات مهدره في حاجات احنا مش حاسبين حسابها. يعني مثل هذه الانواع النادره من الحيوانات. سوق جمعه 13 مليار وحاجه ثانيه 4 مليار مليارات بتضيع. مليارات كتيرة قوي. ده بسبب ايه؟ عدم وجود رقابه خلال السنوات الماضيه. يعني احنا دلوقتي انتقلنا العصر في جهاز رقابي. في دوله حاضره. ما عادش فيه نظام عدي. كل حاجه محسوبه. في اراده عند الدوله ان مصر ترجع.
ورجوع مصر معناها ان شاء الله خير ان شاء الله. كلمه السر كانت دايما هي الرقابه. اه طبعا. واللي خلانا متاخرين طول السنين اللي فاتت دي كلها كانت كلمه السر ايضا الرقابه، لان عدم رقابه افرز حاجه اسمها فساد. الى الان بنحاول حضرتك يعني كل يوم لما الجهات الرقابيه تكشف فاسد معناها الدوله موجوده، معناها الدوله حاضره بقوه، ما تزعلش حد. لما انا كل يوم الاقي واحد في ضبطيه، واحد المسؤولين مضبوط، دي مش حاجه تزعل، معناها ان مفيش مكان للفساد. هي ما بتزعلش بس قد كده بنحس ان احنا بنزعل، لان ليه انت تبقى فاسد؟ يعني ليه فلان يعني يبقى فاسد؟ وكميه الفساد ايضا كمان هي اللي بقت بتصدمنا. لكن دايما لما نيجي نعرف المرض بنتصدم، لكن العلاج مفيش لا مفر منه. احنا دلوقتي ماشيين الحقيقه في العلاج بوتيره جيده جدا. هي حضرتك يعني امتعتنا بهذه الاخبار الجيده، و يعني استثمار في جهات ما كناش نتصوره، تفكير مختلف، نمط ايضا كمان مختلف. فنتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق للاقتصاد المصري ان يتعافى اكتر واكتر، وزي حضرتك ما قلت كده، لا ده اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله يبقى لنا لقاء مع حضرتك ويكون معاك حاجات كتيره جديده. شكرا جدا، تحت امرك، تحت امرك اكتر من الاخبار دي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ متولي سالم، مساعد رئيس تحرير جريده المصري اليوم. شكرا يا فندم لحضرتك، نورتنا وشرفتنا. الف الف شكرا. كل سنه حضرتك طيب. مشاهدينا الكرام انتظرونا فاصل قصير وراجع لكم مره اخرى. برنامج برعايه